عندنا واحد المشكل اخويا الشهر ديال رمضان كامل خدم الفريكو السيمانه الاولى والذبيحه يوميا حيت غير الجمعه والحد اللي في عملات الصخيره تمالا اللي واحد القرنه كبيره ومصلوحه وما عندي ما نقول فيها النظافه الماء موجود ولكن الفريكو كان خدام تسكتوه والله اعلم مالو قال لك خسر واش الفريكو يخسر لا خسر سيت صوب والقرنه تدخل مع يوميا 3 الملايين 4 الملايين في النهار ما بغاش يصيبوا الفريكو وحنا تنطلبوا من السيد العامل الله يجازيه في خير يدير التدخل ديالو اللي هذا اللحم عندنا الجوده عندنا اقبال ديال اللحم هنا الجوده مع المسخره التمره عندنا الجوده ولكن هاد الناس الله يهديهم ديال الجماعه ديال القرنه راه واحد الفوضى دايرين الرسم تيحكموا الرسم اللي تنهضروا مع شحال تيقول سيروا سيروا فيما عجبكم سيروا وحنا تنطلبوا من هاد الناس بغينا هاد الفريكو خصو يتصاوب اقرب وقت راه تقريبا تتجي 100 عجل 80 عجل 60 عجل في النهار بخصوص ديال الفريكو اخويا قالوا لينا راه خاسر هما معطلينه غير هما ورا دابا يا ثلاث ايام في رمضان من ثلاث ايام في رمضان وباقي ما مصاوب ما والو تيقولوا راه خاسر راه باقي هادشي اللي كاين وهادشي اخويا حنا ما عندنا لا محالات لا والو راه ما بقيناش كنا كنذبحوا جوج بهايم وهادي ما بقيناش نذبحوا كاع حنا دابا جينا تنجيو للسوق اللي عنده الحانوت راه تيدي الحانوت واللي ما عندوش راه ما تيجي وما تيخدمش تيرجع بحال ياتو اسيدي هما كان قبل من هاد الوباء هذا كانوا كيذبحوا في هذيك القرنه غير بهايم قلال دابا ملي ولاو كيذبحوا البهايم بزاف وهذاك الشيء بحال جاتو تماره ما بقاش بغا يقد عليها ولا الله اعلم كل شيء كيتخلص راه كاين المول الخيريه تماك اللي كيشد سميتو عليه راه كيتخلص كل بهيمه بالثمن ديالها كاين البهيمه اللي كنخلصوا عليها 10000 8000 7000 انا راه كنت كنذبح 4 5 6 وتنخلص لا في النهار في النهار راه كاينه السميه ديالي تماك كنطالبوها بالاصلاح يصلحوا ذاك الفريكو للدراوش اللي ما عندهمش الحانوت حنا بهاد الجائحة هادي كنخدموها في السوق ملي كنا كنخدمو في السوق ما كندبحوش في هذيك القرنة وملي تحيد السوق تمنع السوق كنمشيو لهذيك القرنة ما كنلقاوش فين نديرو سلعتنا القانون راه حنا كنخلصوه المشكل اللي عندنا هو عندنا المشكل ديال البطوار ديال عين عتيق هي بعد عين عتيق سادين علينا علاش مابغاوش يحلوه ما نعرف هذا هو المشكل الأول المشكل التالي عندنا فريقو ديال القرنة ديال تمارة سادين علينا واش خدام ولا خاسر مازال ما عرفناش علاش ما نعرف كندبحو كنخلصو الواجبات في العوض باش كنبغيو نذبحوا عجل تخلي نص فريكو ونص تجيبو كتولي تقلب على واحد باش تقسم دير معاه نص باش ما عندكش اللي تخلي اللحم هذا هو المشكل دابا كنطالبوا بفريكو تصلح لنا والقرنه ديال الاربع دعيناتيك خاصها تخدم كما كانت علاش سادينا ما عندناش البديل علاش سادينا ما نعرف المشاكل عندنا انا خويا انا كنمثل الجزاره هنايا الامين ديال الجزاره هذا رئيس الجمعيه القرنة جينا هنايا بغينا جايبين البهايم باغيين يذبحوهم تولوا يقول لكم القرنة مسدودة جاو الناس صلى 10 تقريبا الصباح هنايا بغا يديو مشاو لسيدي حي ذبحوا في سيدي حي كاين اللي ذبح بن سليمان كاين اللي ذبح في القرنة ديال تمارة ملي جينا نسولوا قال لك الرئيس سول يسد القرنة والقرنة راه مزيانة راه خدامة كلشي كل مرة كيقول لنا غادي نصاوبوا البرونشما نصيبوها مع ديال ريدال طلبونا ريدال غير 70 مليون ما 80 مليون كيشد الفلوس تقريبا كيدخلوا واحد 2 مليون و3 مليون في النهار فهمتيني الله يرحم الموالدين اللي ما تعاونوا معانا ودابا نجي نهضروا مع الرئيس قال لك انا القرنه تسد العام تسد العامل الله يجازيك بخير حنا كنطالبوا بالقرنه بغينا تحنوا القرنه في عين عتيق ما عندناش فين كندبحوا والو الله يجازيك بخير ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس